بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو هاد الكلاص. مكونات بسيطة بدون قالب، كيف قلت لكم مكونات في المتناول بلا ما نزيد نطول عليكم. فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نحتاجو لتر من الحليب وجوج ديال البواط ديال الياغورت. الا كنتو دايرين نصف لتر غتحتاجو غير بواطه وحده اولا غير كاس واحد. بالنسبه للسكر الخشن غادي نحتاجو كاس ونص ديال السكر. وبالنسبه للبيض غادي نحتاجو غير صفاره البيض. المايزينا غادي نحتاجو جوج معالق ديال المايزينا، في حاله ما كانش تعوضوها بالدقيق. وهنا عندنا 14 غرام ديال السكر فانيلا. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نكبو لتر ديال الحليب بالنسبه ليا انا درت الحليب الكامل. وهاد الكرتونه غادي نحتفظو بها، غادي نحتاجوها. غادي نزيدو جوج صفر ديال البيض بوحدو. هادي جانبا غادي ناخذ واحد زليفه خاويه، غادي نديرو فيها كاس ونص ديال السكر سنيده، وغادي نديرو 14 غرام سكر فانيلا، وغادي نديرو جوج معالق ديال النشا اولا المايزينا. هاد المكونات غادي نخلطوهم مزيان حتى نحسو بديك السنيده ولا داك السكر تخلط مزيان مع هاد المايزينا. غادي نخلطهم مزيان قبل ما نديروهم في الكاسرونه، ماشي حتى نديروهم في الكاسرونه. هاد النشا كينزلنا ديريكت الاسفل ديال هاد الكاسرونه وكيبقى لاصق، كيتحيد لينا بصعوبة. ايه دابا مخلطين مزيان. غادي نزيدو هاد النشا وهاد السكر في الكاسرونة. غادي نخلطو مزيان معاهم هاد البيض حتى هو صفرت البيض. فاش كنديرو هاد الطريقة دغيا كينسجمو لينا مع الحليب. البيض هو دغيا داب لينا. غادي نزيدو باقي المكونات. غادي نديرو الكاسرونه ديالنا فوق النار، غادي نبقاو نحركو. اهم حاجه في هذه المرحله وهي التحريك المستمر، نبقاو نحركو حتى يعقد لينا الخليط باش ما يتكبدش لينا داك البيض اللي دايرين. الفاير هكا نحرك، المهم كيبقى الحليب يبقى يتحرك بما يختار لينا. كيف شفتو معايا بقيت مستمرة في التحريك حتى كيوليو هاد الفقاعات، هاهما كيبانو ليكم وكيفاد لينا. اصلا الخليط ولا كريمي ولا عاقد، صافي غير كيبداو هاد الفقاعات كيولي بحال هكا. هاهو راه غادي يفاد صافي. وكنطفيو على هاد الكريمه ديالنا اللي ولات لينا بهاد القوام. ها هي راه كريمي مع الشمس، معش كيبان لكم. المهم راه كنحس بيه بلي ولا ثقيل. صافي غادي نطفي عليه وغادي نخليه حتى يبرد عاد نكملو نزيدو عليه باقي المكونات. دابا غادي نحيدو من فوق النار ونخليه حتى يبرد. غادي ناخذ تقريبا نصف الكميه
غادي نكبوها في شي اناء اخر، نخلي النصف الاخر. بالنسبه لي انا قسمتهم حيت باغا ندير جوج ديال النكهات. هذا النصف هذا غادي ندير فيه واحد جوج معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان باش يجينا بمذاق القهوه. وبالنسبه للنصف الاخر غادي ندير فيه الشوكولاته. غادي ندير الشوكولاته، شوكولاته بالحليب كتنسم لينا الخليط ديالنا. غادي نخلطو حتى تذوب لينا الشوكولاته، حيت هذا الخليط راه باقي سخون. غادي نبقى نحرك حتى تذوب ليا الشوكولاته اللي حطيت. غادي ديروا النوع اللي عجبكم، ولا درتو ديك الشوكولاته السوداء تي كتعطي واحد المذاق اللي رائع. بالنسبه للشوكولاته ديالنا راه ذابت في الخليط، وهنا القهوه تي غادي نحركها مزيان حتى تذوب لينا في الخليط. في الاول كنت غادي نخلي هذا المذاق ديال القهوه بوحدو والمذاق ديال الشوكولاته بوحدو. ساعه لقيت راسي دايره الشوكولاط بمذاق نيت القهوه، هادشي علاش غادي نخلطهم. وغادي يجينا مذاق واحد وهو مذاق القهوه حيت غالب على مذاق الشوكولاته. نديرو مذاق واحد صافي. غادي نخليه يبرد عاد نزيد ليه باقي المكونات. من الاحسن نخليه حتى يبرد تقريبا، تيولي اكثر من دافي، يبرد تماما. غادي ناخذو كرتونه ديال الحليب وغادي نحيدو ليها السقف ديالها، هاد المستطيل الفوقاني. نحيدو هاد المستطيل باش نلقاو كيفاش غادي نكبو الخليط ديالنا. صافي هو موجود. بعد ما حيدنا هذا الفوقاني غادي نجيو غادي نعبروا تقريبا واحد الصبيع بحال هكا سنتيم، وكنديروا يعويد غادي نديروا واحد امبراسيون غير بشوي حتى غيدخل لينا عويد بحال هكا. ماشي بحال هكا، ونعاودو نطراسيو تقريبا صبع ومعينينا ميزان سنتيم. وغادي نحاول ندير غير بشوي ونديرو عويد. بالنسبة لهاد العويدات فين غتلقاوهم؟ عند اللي كيبيع الحلوى، راه الساشية فيها 50 عود ب5 دراهم، يعني رخاص. صافي غادي نبقى انا غادا بنفس الطريقة، كندير صبيع وباش كنعبر، وكنديرو بالمنقرة هكا ديال الموس، وكنديرو عويد ونبقاو غاديين هكدا حتى نكملو البواطة كاملة. سينو تقدرو تشريو القالب، راه كيتباعو دوك القوالب ديال البولو، هما شوية دايرين الثمن. أنا غنكمل معاها حتى نسالي. خلينا الخليط حتى برد لينا شوية. وبالنسبه للياغورت اللي غادي نزيدو، من الاحسن يكون يا اما طبيعي يا اما بنكهه الفانيلا، اللي تقدروا تزيدوا عليه ديك الساعه اي نكهه. غتزيدوا عليه الشوكولاط، ما غاديش يبقى نكهه الفانيلا حاضره، او القهوه على حسب الذوق ديالكم ولا الفريز. كيف قلت لكم غادي نديرو
جوج كيسان ديال الياغورت. الا كنتو غديروا نصف لتر غادي ديروا نصف ديال هاد الكميات اللي درت. صافي غادي نخلط هاد المكونات. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجم لينا الياغورت مع باقي المكونات. هذه هي اخر مرحله تقريبا. صافي وخلينا غير نكبوه في المول. بقى لينا غير نكبو الخليط ديالنا فهاد القالب اللي صيبنا. درنا العويدات كي شفتو وغادي نكبو الخليط عادي. بالنسبه للعويدات في الاول كنديرو غير الرويسات حتى كنكبو الخليط عاد كنقادوهم. كنعمروها كدا هما العويدات دخلتهم. ما بقى ليا غير نديرو في المجمد ونتلاقاو بعد ما يجمد ان شاء الله. فاش غادي يجمد لينا الكلاص ديالنا غادي نجيبو واحد الموسمادي غادي نبداو نقطعو. غادي نطراسي في الاول البلاصه اللي غنقطع غادي نبداو نقطعو بهذا الشكل. انا دابا غير كنطراسي ومن بعد غادي نقطع كلشي. كنبداو نقطعو قطع بحال هكذا. اللي قطعناه كنرجعوه للفريغو وكنكملو التقطاع حتى غادي نقطعو القطع كامله. كنبقاو غاديين. اهم حاجه هو يكون عندنا المصمادي. كنبقاو كنطراسيو في الاول كنطراسي من بعد كنبدا نورك. صافي وكنبداو نوركو. كيف قلت لكم خاص الموس يكون ماضي وهذا الا كان جامد بزاف الكلاص كيتقطع لينا شويه بصعوبه. من الاحسن نخليه شويه غير يذوب شويه او نحاولوا معاه هكا حتى نقطعوه. غادي نبقى غدا معاهم حتى نكملوا كامل. غادي نبقاو غاديين نفس الطريقه حتى نقطعوا قطع صغيره. بالنسبه للشوكولاته انا خديت شوكولاته الدهن منها جوج معالقات وثلاثه المعالق ثلاثه المربعات تقريبا ديال الشوكولاته وذوبتهم. وهنايا خديت كاوكاو اللي مهرمش وحمرناه هكا خصو يكون محمر باش يعطينا داك المذاق زوين. غادي نزيدو مع الشوكولاته. صافي غادي نبداو في زين هذاك الكلاص ديالنا اللي تقريبا في المذاق كيجينا بحال كلاص ماغنوم كيجينا لذيذ بزاف. اول حاجه غادي نحيدو هذا الورق اللي داير شاد لينا الكلاص ديالنا. صافي غادي نحيدوه هكا بالجوانب تنحيدوه هو ديجا راه دغيا كيتقلع. صافي غادي نحاول معاه غير بشوي حتى نحيدو وغادي نبداو في تزيين الكلاص ديالنا. غادي ناخدو الكلاص ديالنا وغادي نبداو نكبو فوقو هاد الشوكولاتة حتى كيتغطى لينا بالشوكولاتة بهذا الشكل. إما كنغطسو إما كنبداو غير هكا ندوزو عليه دغيا كتجمد لينا. كنزينو هاد الجهة وغادي نزينو حتى من الجهة الأخرى. وغادي نخليه يبرد. غادي نحطو فوق شي كيس بلاستيكي أولا فوق ورق الزبدة باش ما فاش نبغيو نحيدو كنحيدوه بسهولة ما كيلصقش لينا. صافي غادي هكذا غادي نغطيو كامل بهذا الشكل وغادي نديروه فوق الورق اولا كي قلت لكم فوق كيس بلاستيكي اولا ورق الزبده.
غادي ناخذو الكلاص ديالنا، غادي نديرو ليه الشوكولاتة، كنزينوه بالشوكولاتة وكاوكاو مهرمش اللي كتعطيها واحد المذاق اللي لذيذ. من الاحسن ديرو شوكولاتة الدان باش كتعطينا واحد المذاق اللي زوين، اولا كنديرو شي شوكولاتة اللي متميزة باش يجينا الكلاص ديالنا مذاقو زوين. صافي دابا ما بقى ليا غير نزينو الكلاص ونتلاقاو من بعد. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. هذا هو الكلاص ديالنا اللي كيجي ساهل ماهل، مكونات لي بسيطة كيف قلت لكم، زينا بالشوكولاتة. لا ما نزيد نطول عليكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى في قناتكم سمير فود.